السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام طاجر. ان شاء الله النهارده مستمرين في شرح كتاب انجلش جرامر نيوز، الافضل على الاطلاق لشرح قواعد اللغة الانجليزية. النهارده معانا الوحدة 135، الافعال مع حروف جر. النهارده الجزء الرابع منها، هنستخدم حروف جر of, for, from, on. يبقى احنا هنستخدم اربع افعال of، اربع حروف جر مع افعال of, for, from, on. كالعادة ما تنساش انك تسجل الملحوظات، اكتب الفعل وحرف جر عشان ما تنساهوش وتبقى فاكره، ولو قدرت توظفه في جملة هيكون ممتاز جدا. رجاء افصل ما بين الخمس حلقات اللي احنا بنشرحهم عن الافعال وحروف الجر اللي بعدها، لان هيكون لهم معنى مختلف عن السلسلة اللي هتبقى بعدها اللي هي الفريزال فيربس، الافعال المركبة، لان ممكن تلاقي نفس الفعل ونفس حرف الجر اللي انت شفته معانا هنا بمعنى مختلف عن اللي هنشوفه هناك، وهنشرح الوقت في وقتها هو ليه الكلام ده حصل. كالعادة دعمك المباشر، لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس. فوق عندك بطاقة فيها كل حلقات انجلش جرامر نيوز، لو ضغطت عليها هتلاقي الكتاب اترتب من اول حلقة لاخر الكتاب بإذن الله. ولنبدأ يا سادة درس جديد، وبالتوفيق ان شاء الله في الاختبارات. بسم الله. الوحدة 135، verb preposition for، of، for، from، on. تمام، في سيكشن A verb وجاي بعده of، يبقى نتكلم على الأفعال هيجي بعدها of. accuse يتهم، suspect يشتبه، somebody of يتهم شخص بشيء أو يشتبه في شخص بشيء. Sue accused me اتهمتني of being selfish، إن أنا أناني. Some students were suspected of cheating in the exam، بعض الطلاب تم الاشتباه فيهم انهم بيغشوا في الاختبار. approve يثبت او يبرهن، disapprove ما اثبت او ما برهن. of his parents don't approve of what he does، او موافقين، هنا approve برضو معناه يوافق، sorry. والدي لم يوافقوا، don't approve of، لم يوافقوا على what he does، ما قام به، but they can't stop him، مش قادرين يوقفوه، مش قادرين يعترضوه. die of أو die from، die يموت من، سواء of أو from. an illness مرض. what did he die of، هو مات من ايه؟ a heart attack، أزمة قلبية. واو، ربنا يحفظنا جميعا. consist of يتكون من. we had an enormous meal، احنا جالت لنا وجبة ضخمة. it consisted of، اتكونت من 7 courses، 7 أطباق رئيسية. تمام، زي ما انت شايف الافعال اللي جت مع of accuse of، suspect of، approve of، disapprove of، die of، وممكن تسويها die from، consist of. ممتاز. في section B هنروح لحرف الجر for مع مجموعة من الافعال ونشوف معناهم. pay يدفع، somebody for، يبقى انت تدفع لشخص لاجل شيء. I didn't have enough money، انا ما كانش معايا فلوس كافية. to pay for the meal، لأدفع للوجبة. بس ما ينفعش تقول pay the meal على طول، pay the meal لأ، ولكن في حالة تانية ممكن تيجي بعدها pay من غير الكلام ده، شوف كده but، ولكن انت ممكن تقول pay a bill، أدفع فاتورة، pay a fine، أدفع مخالفة، pay tax، أدفع ضريبة، pay rent، أدفع الإيجار، pay a sum of money، أدفع مجموعة من المال أو total من الماني، من غير preposition، من غير حرف جر اللي هو مين؟ for. يبقى احنا عارفين ان pay بيجي بعدها for. حلو، زي قالك pay for the meal، ادفع تمن الوجبة، وممكن تيجي pay ما يجيش بعدها for في حالة كلمات معينة اللي فيها الفلوس، زي bill فاتورة، fine ضريبة، مخالفة، tax ضريبة، rent ايجار، sum of money، اقول مثلا pay واقول المبلغ بتاعه كذا، او كلمة sum of money نفسها عادي. I didn't have enough money، نفس الجملة، I didn't have enough money to pay the rent، بس ما تقولش pay for the rent، لان انت مش رايح تدفع ثمن شيء، حاجة بتاخدها دلوقتي او بتنالها دلوقتي او بتحصل عليها دلوقتي. تمام. thank يشكر، forgive يسامح، somebody for بتشكر شخص لي او بتسامح شخص لشيء عمله. I'll never forgive them، انا عمري ما هسامحهم for what they did، للي عملوه فيا. apologize يعتذر، to somebody for، واخدين دي قبل كده، شرحنا قبل كده ان apologize دي بعدها to.
so وممكن يجي بعدها لأجل شخص كه يبقى apologize for. وقال لك ممكن كمان تستخدم apologize for مباشرة من غير ما تقول apologize to وتقول اسم شخص انت بتعتذر له for. مثال: when I realized I was wrong، عندما أدركت إن أنا كنت مخطئ، I apologized to them، أنا اعتذرت لهم for my mistake، على خطأي. وممكن أقول الجملة برضو: when I realized I was wrong، عندما أدركت إني مخطئ، I apologized for my mistake، أنا اعتذرت لخطأي. يبقى الاتنين صح، apologize for وتقول الشيء، أو تقول apologize to وتقول اسم الشخص اللي انت بتعتذر له، فور وتقول الشيء اللي انت بتعتذر له ليه. تمام، ركز في الجزئية جاية مع verb blame. blame يلوم. تمام، somebody or something، انت بتلوم شخص ما او شيء، فور على، او بتقول انت بتلوم عليه، او ممكن تقول somebody، خلي بالك دي خاصة مع blame، somebody is to blame. ايه ده؟ is to blame، يعني جايب verb to be، am is are was were، وبعد كده جبت to، وبعد كده جبت الverb مصدر for. طب دي معناه ايه؟ قالك لما تلاقي verb to be وجاي بعده to وجاي بعده verb، هو عايز يقول لك you are responsible for this، انت مسؤول عن اللي هيحصل ده. فبما ان الverb اللي عندي كلمة blame يلوم، يبقى you are responsible for this mistake، او الخطأ ده انا بلومك عليها. نشوف المثال: everybody blamed me، الكل كان بيلومني انا، for the accident، على الحادث. everybody said that، الكل قال I was to blame for the accident، انا كنت الملام على الحادث. هو عايز يقول لك I was the responsible for the accident. وصلت لك الفكرة؟ فلما تلاقي to blame ما تتخضش انها خطأ، لا هي صح، to blame for. تمام، blame a problem on، blame وتقول اسم المشكلة او الشيء اللي فيه مشكلة، الخطأ بالنسبة لك اللي انت عايز تلومه، on على. everybody blamed the accident on me، الكل لام الحادثة عليا، كل حط الخطأ عليا انا، on me. هنا يبقى انت عندك blame ممكن يجي بعدها for وممكن يجي بعدها on. نرجع تاني كده نشوف الأفعال اللي جت مع for: pay for، thank for، forgive for، apologize for، blame for. وعرفنا ان pay ممكن تيجي من غير for مع كلمات زي a bill، a fine، tax، rent، sum of money. تمام، ما بيجيش معها حرف جر for مع pay. و blame ممكن يجي بدلها on. تمام، في section C أفعال مع from سهلين: suffer from، يعاني من، an illness، حلو أنا بعاني من المرض. the number of people، عدد الناس، suffering from، اللي بيعانوا من، heart disease، أمراض القلب، has increased، تزايد. the number of people suffering from heart disease has increased، تزايد أو ازداد. protect، يحمي، somebody or something، شخص ما أو شيء ما، from، من، أو ممكن أقول بدل كلمة from against، ضد. sunblock، اللي هو sunblock بتاع الشمس ده، الكريم واقي من الشمس، protects the skin، يحمي الجلد، skin الجلد. from، من the sun، أو ممكن أقول against the sun، both are correct. يبقى عندنا suffer from، protect from، ممكن نقول protect against. section D verbs، أفعال with on، مع on: depend on، rely on، الاثنين بمعنى يعتمد على. what time will you be، I'm sorry، what time will you be home، انت جاي البيت ان شاء الله الساعة كام يا بيه؟ قال له I don't know، انا مش عارف. it depends on the traffic، لا صايح، حطها على المرور. it depends on the traffic، يبقى يعتمد على الطريق والزحمة بتاعت الطريق. you can rely on Jill، انت تقدر تعتمد على Jill. she always keeps her promises، هي دايما بتحتفظ او بتقوم او بتفي بوعودها. keep بمعنى يحتفظ به، ولكن keep her promises بمعنى يفي بوعده. keeps her promises يبقى هنا معناها تفي بوعودها، لان اسمها جيل. you can use، يمكنك ان تستخدم depend مع when، where، how، with or without on، من غير on. نشوف المثال: are you going to buy it، انت راح تشتريها؟ قال له it depends
how much it is. والله بتعتمد هي بكام، وممكن اقول it depends on، والله دي بتعتمد how much it is، هي هيبقى سعرها كام. يبقى انا ممكن اقول depends on، ممكن استخدمها depend فقط، شرط ان يكون بعدها اداه من ادوات الاستفهام زي when where how، وما بيجيش كسؤال، ده هو بتيجي سؤال على شكل جمله. خلي بالك live on، live on يعيش على، money المال، food الطعام. Michael's salary is very low، راتب مايكل low منخفض. It isn't enough to live on، غير كافي انه يعيش عليه. I'm sorry بعد كده congratulation، congratulate يهنئ. compliment let's say يزكي، يمدح، يثني. somebody on، شخص ما على حاجة. I congratulated her، أنا هنأتها on her success in the exam، على نجاحها في الاختبار. يبقى عندنا الأفعال مع on، depend on، rely on، live on، congratulate on، compliment on. أتمنى أن درس النهاردة واضح وبسيط الحمد لله. أعتقد الأفعال شائعة الاستخدام أساسا، يعني ما فيش فيهم مشكلة، ممكن بس المعلومة بتاعت pay مع الكلمات زي rent و bill و fine تكون جديدة. ممكن تكون المعلومة بتاعت to blame، ان هو you are responsible for this، خلي بالك هي to blame for، to blame for، يعني to blame for، هو قال لك الجملة هنا ايه، I was to blame for the accident، ده غير لما تيجي to، من غير ما تيجي to هتلاقي blame ويحط اسم الشخص بعدها، انما لما تحط to blame for انت مش بتحط اسم الشخص لانه موجود قبلها، لان الجمله دي كانت نوع من انواع الباسيف شرحنا زمان، كانت حاله من الحالات الخاصه، و protect from و depend ما فيش اي حاجه فيهم، اعتقد الامر بسيط. ان شاء الله الحلقه الجايه الحلقه 136 افعال مع الحروف الجر الجزء الخامس واخيرا. هذا بالله التوفيق واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله، مع السلامه.